طيب انا ريهام طش، استاذ الاناتومي. طبعا كنتوا عارفين ان انا في عين شمس، بس ريسنتلي انا انضميت لجامعه الملك عبد العزيز، بقالي يمكن شهر او اتنين بس هنا في الكليه يعني. سعيده جدا بالموضوع ده يعني، وهوبفول ان انا يعني ابقى يعني اقدر اقدم لهم حاجه كويسه يعني. طبعا انا كان الموضوع بتاعي على كنت بعمل اسسمنت. هو انا مش عارفه ليه الصوت بتاع حضرتك واطي يا دكتوره ريهام، كده صوتي كده مشكله مسموع؟ في الصوت ولا انا بتهيألي؟ لا انا سامعاكم كويس. واحنا انا سامع برضو كويس. انا سامع كويس. انا طب كده انتوا سامعيني كويس؟ انا سامع كويس. اه خلاص كده اوكي. كنت بعمل انا او يعني البروجكت بتاعي كان على الاسسمنت في اسسمنت اوف امبلمنتيشن اوف ذا تراكت اوف ذا الكتيف كورسز في البري كليركشيب فيس اللي كانت اول مره نعملها في الكليه عندنا في 5 بلس 2 ستودنت. كنا بندخل التراك اوف ارتس از الكتيف كورسز للولاد في الفيرست 2 ييرز. والحقيقه كان يعني البروجكت نفسه كان جديد من نوعه، ان تبقى في كورسات إلكتف للولاد especially في كليه عندنا او في طب عين شمس عموما يعني. بدات الحقيقه بالكورسات، كانت حاجات بريماتيف شويه، كانت كلها حاجات ليها علاقه بالارتس زي الرسم زي الميوزك زي الحاجات السبورتس، حاجات كانت بتخرج الولاد من الاسترس والمنتال ستريس اللي بيبقى عندهم في الفيرست 2 ييرز. وفعلا لقيت الحقيقه يعني changes amazing جدا، زي ما هعرض لكم في الصور دي دلوقتي، ان الولاد فعلا بداوا يخرجوا من المود بتاع الستريس في اول سنتين، وكمان كانت التالنتس بتاعتهم ابتدت تطلع، ودي كانت حاجه يعني عامله لي انا كمان يعني كنت مبسوطه جدا بيها يعني. زي ما انتم شايفين صور الولاد بداوا ياخدوا الالكتيف كورسز دي ويختاروها according للتالنتس بتاعتهم يعني. طبعا كانت عندي مشاكل كبيره جدا في اول حاجه زي ما كنت بقول في الاعداد، لان اعداد الطلبه كانت كبيره جدا، احنا كليه حكوميه والعدد كبير، وكنا مطالبين ان احنا نخلي الولاد ياخدوا الكورسات اللي هم عايزينها. ده كان التشالنج مع يعني بيني وبين نفسي، ما كنتش عايزه طالب ياخد حاجه هو مش عايز ياخدها إلكتف، لان دي في الاول وفي الاخر اكسترا كوريكولر بارت وإلكتف كورس، مش معقول كمان هرغمه عليها. طبعا دي كانت معاناه رهيبه، لان العدد بتاع الطلبه كتير جدا، عدد الكورسات كان موستلي قليل، لان احنا كنا بنحتاج سبجكت اكسبرت في الكورسات، وكنت بحاول بقدر الامكان ان انا اجيبهم هايلي كواليفايد عشان يدوا للولاد اكبر استفاده. كمان كانت عندي مشكلة ان انا لازم اخلي الستاف اللي بيقول الكورس نفسه يبقى هو هابي وهو بيقول الكورس، وحاسس ان هو بيقول للولاد اللي المفروض يقوله لهم. ودي كانت برضو مشكلة كبيرة، لان كان في دايما ديفكت في الانفراستراكشر وفي الـ requirements بتاعت الكورسات دي. اللي بدأت بعد شوية أفكر طبعا بالتعاون مع الستيك هولدرز اللي كان الدين والفايس دين، الحقيقة كانوا يعني تقريبا عاملين لي كل حاجة أقدر أطلع منها نتائج كويسة يعني، ان احنا نحاول نخلي الكورسات دي ممكن تبقى بره الكليه. الولاد برضو تخرج من اماكن الكليه في الكليه وتشوف الحاجات دي على الطبيعه يعني، لو في حاجه ارتس يروحوا المكان مثلا حاجات فيها الحاجات الاسلاميه القديمه او الزخارف الحاجات اللي بيشوفوها، لو يقدروا يتعرضوا ان هم يروحوا دار الاوبرا مثلا ياخدوا هناك بعض الحصص او الكورسز، يروحوا يعني. دي كانت اهم حاجه كنت عايزه اغير فيها يعني. الحقيقه لقيت برضو في مشكله كبيره جدا، ان الولاد كمان ما كانوش بيبقوا عارفين يختاروا ايه، فكنت عايزه او هعمل فعلا بعد كده ان انا اديهم زي اورينتيشن سيشنز كده للتايب اوف الكتيف كورسز المعروضه عليهم في على مدار الثلاث سنين، خاصه لان الالكتيف دي يعني ساعات من وقتهم الكريدت بتاعتهم لازم يحصلوا عليها وجيتنج باس فيها، فلازم يختاروا فيها.
otherwise حسيت ان البروجكت بدا يعمل يعني شكل بعد ما كنت خايفه ان هو ما يحققش يعني التارجت بتاعه. الكوشنيرز اللي عملتها مع الطلبه والفوكس جروب اللي كانت عملتها في فتره الصيف قبل ما امشي الحقيقه جابت نتائج مبهره جدا. الولاد كلهم كانوا بيتجهوا ناحيه الكورسات اللي هي الفنيه عموما وكانوا بيسالوا هل احنا ممكن نطور نفسنا فيها اكتر وناخد حاجات زي مثلا التصوير او زي الحاجات في الدراما او يعني حسيت ان هم مش بس ان هم طلبه كليه الطب لا ده هم يعني حقيقي يعني انطبق عليهم ما يقول ان الطبيب الفنان يعني. الفتره اللي جايه بقى او السنه اللي جايه انا متوقعه طبعا او مش متوقعه ان اكشلي بحاول ازود عدد الكورسات اللي هتتقال ومش العدد بس كمان التايب بتاعها بالذات كمان كورسات السبورتس جابت نتيجه هايله مع الولاد. الولاد كانوا الحقيقه في طلبه كتير جدا كانوا عايزين يخرجوا طاقتهم في رياضه زي الرياضات مثلا الملاكمه او الحاجات الملاكمه الفرعونيه وحاجات كده. دكتوره ريهام معلش انا اسفه دوير بس انك تهاري عشان السيشن هتبقى خلاص انا اوريدي كده يعني خلصت هوبفول ان بس اقدر ان انا زي ما قلت ان انا يعني ازود عدد الكورسات علشان الولاد يقدروا يبقى عندهم مساحه من الاختيار اكتر. شكرا.